balini to wahamu nyazo na zidumu na mabari ya remesamu. امتزج جسمها بألوان الطيف وارتبطت بالذاكرة الشرقية ومخيلة الأدباء والشعراء. يمر الاسم فيخيل للمرء أنها أسطورة من إنتاج الخيال. تتزاوج الطبيعة العذراء فيها مع مياه المحيط الهندي النقية، فتتولد بينهما صفاء شواطئ لم تعبث بها أيادي المدنية المعاصرة. جزر العطور، رديف بيئة احتفظت برونق جمالها الأخاذ. هنا مأوى الطيور الجميلة التي تبحث عن ملجأ آمن ونظيف. ادخلوها بسلام آمنين، هذا الانطباع الذي يترسخ للزائر عندما يستقبله هذا الشعب الكريم المضياف بالأهازيج والورود. بلد عربي إفريقي مسلم، قليل العدد كثير المودة. يقع هذا الأرخبيل تحت خط الاستواء وعلى المدخل الرئيسي لقناة موزمبيق بين جمهورية تنزانيا وجزيرة مدغشقر. تبلغ مساحتها 2034 كيلومتر مربع، ويعتبر هذا الموقع موقعا استراتيجيا من أهم الممرات المائية في العالم وإحدى شرايين الملاحة العالمية بسبب ربطه دول شبه الجزيرة الهندية ودول الشرق الأوسط مع شرق وجنوب القارة الإفريقية. كما تمر عبر هذه القناة العديد من ناقلات النفط مع عدد كبير من ناقلات الشحن العالمية من وإلى إفريقيا. يبلغ عدد السكان ما يقارب 1,000,000 نسمة حسب الإحصائيات الحديثة، ويعتبر الشعب القمري شعبا فتيا، حيث يشكل عنصر الشباب النسبة الأكبر من السكان. ويتوزع السكان على 4 جزر، هي نجازيجا حيث العاصمة الاتحادية موروني، جزيرة هنزوان، جزيرة موهيلي، وجزيرة ميوت، والتي اقتطعتها فرنسا عن جزر القمر عام 1975 مخالفة بذلك القانون الدولي الذي اعترف بسيادة جزر القمر على الجزر 4 بعد اعتراف الأمم المتحدة باستقلالها. تعتبر اللغة القمرية هي اللغة المتداولة بين أبناء البلاد، لكن هناك لغتين رسميتين هما اللغة الفرنسية واللغة العربية. تروي الروايات الشفهية أن أول من سكن هذه الجزر هم من العرب المناذرة، وهم من أطلقوا عليها اسم جزر القمر بفتح القاف والميم، خلاف ما يتردد على ألسنة الكثير من الإعلاميين من ضم القاف والميم، والذي هو تعريب للتسمية الفرنسية كومو. وهناك روايات أخرى تروي أن العرب أتوا إليها في القرون الإسلامية الأولى عبر تجارتهم. الشعب القمري مزيج عرقي متنوع من 4 عناصر رئيسية، هي عنصر البانتو المنحدر من منطقة شرق أفريقيا، العنصر العربي القادم من جنوبي الجزيرة العربية من اليمن وسلطنة عمان، العنصر الشيرازي وهم من سنة بلاد فارس، العنصر المالاوي والذي يعود أصله إلى جنوب شرق آسيا والمنتشر في الجزر المجاورة كمدغشقر وموريشيوس والسيشل.
دخل الإسلام البلاد في القرن الأول الهجري أثناء حكم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما أوردتها العديد من الكتب التاريخية. وشهدت البلاد موجة هجرة عربية أخرى إليها في القرن السادس عشر أثناء غزو البرتغال لمنطقة شرق أفريقيا، عندما ناشد الأهالي السلطان سيف بن سلطان سلطان عمان آنذاك لصد الهجوم. وفي القرن الثامن عشر تعرضت البلاد إلى هجمات قبائل السكلافا القادمة من جزيرة مدغشقر المجاورة، فاحتل أحد قادتها الملقب بأندريانا تسولي جزيرة ميوت، ثم أعلن بعد ذلك إسلامه وتم تعيينه سلطانا لهذه الجزيرة. وفي العام 1841 وقع معاهدة حماية مع فرنسا تنازل بموجبها عن الجزيرة، لتبدأ رحلة الاستعمار جزيرة بعد أخرى حتى كان الاستقلال عام 1975. عانت هذه البلاد من محاولة طمس هويتها العربية الإسلامية، فتم محاربة اللغة العربية التي كانت لغة الدولة، وتم قطع الصلة مع العالم العربي، لكن القمريين ظلوا متمسكين بهويتهم الإسلامية رغم حصار اللغة العربية. وفي السادس من تموز عام 1975 استقلت جزر القمر من الاستعمار بعد ملحمة دبلوماسية ضد واحدة من أقوى الإمبراطوريات في العالم، مستندة إلى قرار الأمم المتحدة الذي ألزم الدول الاستعمارية باستعادة الدول التي كانت تستعمرها حسب الحدود التي كانت عليها قبل الاحتلال. ولترسيخ الاستقلال انضمت جزر القمر إلى العديد من المنظمات بعد اعتراف الأمم المتحدة لها، أهمها الاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز، وكان آخرها انضمامها إلى جامعة الدول العربية عام 1993 لتكون آخر دولة تنضم إلى هذه المنظمة الإقليمية. عمدت الجامعة إلى دعم جزر القمر سياسيا وثقافيا واقتصاديا، فاستقبلت الدول العربية أبناء جزر القمر في المراحل الأكاديمية المختلفة، كما دعمت القمم العربية المختلفة اللغة العربية، فساهمت منظمات كالإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي في إقامة المنتديات ودعم المحتوى العربي في المناهج التربوية في البلاد، مما أدى إلى عودة اللغة العربية لتصبح لغة رسمية إضافة إلى اللغة الفرنسية. يعتمد اقتصاد جزر القمر على الزراعة والصيد بالإضافة إلى السياحة، فخصوبة الأرض وكثافة الثروة السمكية في هذه البقعة من المحيط جعل عددا كبيرا من الشعب القمري يعتمد على هذين النشاطين كموارد أساسية للحياة اليومية. كما اشتهرت جزر القمر بجزر العطور، حيث تستورد العديد من شركات العطور في العالم وخاصة الفرنسية منها زيت اللانغ لانغ كمادة أساسية في صناعة العطور. زهرة اللانغ لانغ هي هبة الطبيعة، هذه الزهرة التي ميزت البلاد،
فلا يمكن للزائر إلا أن يتنبه إلى هذه الرائحة التي تعم المكان في كل الأوقات، وكأن البلاد مصنع لأهم صناع العطور في العالم. جزر الفانيلا أول مصدر لمادة الفانيلا وأجودها على الإطلاق، مادة دخلت في العديد من الصناعات كالحلويات والمستحضرات التجميلية، وتصدر البلاد أيضا العديد من المواد الزراعية كالقرنفل والفلفل الأسود والبن والغار. وقد فتحت السلطات الأبواب أمام المستثمرين، وشكلت المؤسسات التي ستقوم بتسهيل الإجراءات لكل باحث عن فرصة استثمار، مع مراجعة القوانين التي تساهم في خلق بيئة استثمارية ناجحة. جنة الله في الأرض، وصف الكثيرون من السياح الذين يرتادونها لما حباها الله من الجمال وسحر الطبيعة.